السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رياد بدر. شفنا في اللقاء الفات كيف نعمل العصفور المتواضع، هذا أبسط الأدوات تبعتنا، وحطيناه في لاير وبقدر أنا أروح على اللاير وأخفي مجسم العصفور تبعي. الآن أنا عايز أعمل قفص برضه متواضع وأحاول أحط العصفور جوا. عشان أعمل قفص بدي أعمل قاعدة القفص تبعي، راح أروح على السلندر، يعني قفص مدور راح يبقى تبعنا في الحالة هذه، وراح أجي على نص الشبكة. في الغالب أنا دائما بميل أشتغل على الشبكة تبعتي، هاي القاعدة تبعتي، هي قاعدة القفص. برفع اصبعي وبعمل السمك تبع سمك ارضية القفص، هاي عملتها لحتى الان. انا ايش عامل؟ بس قاعدة القفص تبعي، قاعدة القفص تبعي. راح اروح اعمل سلندر واعمل الشبك تبعي كأنه الشبك تبعي. فانا راح اجي هنا، اذا احيانا عشان بدي التفصيل بروح بكبر المشهد تبعي، لكن اذا بدي بالمجمل ببعد وبطلع على ارتفاع السلندر تبعي. راح اجي اكبر لان انا بدي اياه بدقه، واحط احاول احط السلندر تبعي في نص الخط تبعي، هذا هاي السلندر خليه يرتفع شويه. رفعت اصبعي، هاي الارتفاع تبعه عملته شوي عالي شوي عالي، الارتفاع تبعه لا يزال ايه مبين يعني قليل شوية. راح اجي اطلع اعمل سكيل من هنا، بعدين اعمل تحريك، ومتخيل انا هيك الارتفاع متخيل مناسب. الان الاشكالية مش اني عملت حز قفص واحد، الان الاشكالية كيف بدي اكرره، كيف بدي هذا يتكرر معي على الاشكال تبعتي. الان بقدر اعمل له تحريك، يعني اعمل كنترول دي وازيحه زي هيك، واعمل كمان كنترول دي وازيحه زي هيك، لكن عملية متعبة ومش راح تلاقوا القفص العودان تبعون او الحديد تبعون الشبك تبعه جاي باتجاه صحيح، مش مدور صح، لان انا بشتغله يدوي. لما انا اكمل القفص راح تلاقوا انه المنظر تبعه مش مرتب ابدا. فالطريقة هذه هي طريقة سيئة مش مناسبة ابدا نشتغلها. فايش الطريقة المناسبة؟ خليني بس اعرض، خليه كويس. ايش الطريقة المناسبة؟ قال لك ان انا اعمل له دوران. طب اعمل دوران، لما نعمل دوران للقفص بلف العودة، بتلف العودة هذا أو السلكة حوالين نفسها. بديش إياها تلف حوالين نفسها، بدي إياها تلف حوالين وين؟ حوالين مركز القفص. كأني عامل بكار، كأنه معي بكار، طرفه هنا إبرة البكار هنا والقلم معي هنا، وألف معي السلندر تبعي بهيك شكل. بمعنى آخر لو إجيت أغير مركز الدوران للجسم تبعي، هاي الدوران، مركز دوران في نصه اللي هي هذه الأجسام تبعوني، لو دعست حرف الدي، دعست حرف الدي وبعدت مركز الدوران عنه ودعست كمان مره حرف الدي، الان هاي مركز دوران تبع الجسم تبعي بعيد عنه. لو جيت على الدوران وقلت له تعمل دوران، طلع كيف عمل دوران حوالين المركز تبعه، حوالين مركز البكار تبعي كانه. الان اعمل تراجع، كمان مره تراجع، واجي اطبق الكلام اللي انا بحكيه من نفس التوب، امسك نفس التوب، هاي التوب بقدر اعمل حرف الدي وارجع هذا لوين؟ للمركز. وبقدر اكبر 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 واتاكد انه هو تقريبا جاي في المركز تبعه. هاي لسه بدي اكبر، يعني تقريبا اوكي، هاي حرف الدي كمان مره هو جاي في المركز، بس ايش بعيد من هنا، بزيحه كله للجسم، حطيته في المركز. الان هاي الجسم تبعي، هاي السلندر تبعي، هاي السلكه تبعتي، وهي مركز الدوران. لو اجيت اعمل دوران الان، شوف كيف راح يعمل دوران معي، راح يلف حوالين الجسم تبعي حوالين القفص، وهذا اللي انا بدي اياه. هان راح يلف حوالين الجسم تبعي، طلع كيف، وهذا اللي انا عايزه. ايش بدي اسوي الان؟ بدي اعمل تكرار تكرار. خليني امسك العوده تبعتي كمان مره، اعمل لو عملت كنت هي الدوران تبعي، والدوران لو اعمل دوران حوالين محور ايش؟ الواي. طلعوا عليا، بس بحرك بطلع وين، هي الواي. طبعا انا فاهم مباشره انه اللون الاخضر هو الواي، لكن احتياطا. الان راح اعمل كنترول دي، الان عملت نسخه فوق النسخه الاولانيه، في اثنين سلندر فوق بعضهم. الان بزيحه هذا بدرجه تقريبا لهان، هذا قديش جاي؟ تقريبا 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 زي 18، عشان انا بدي القفص يطلع بالضبط راح اجي بايدي واكتب 18. لا ازال معلم على الجسم، لا ازال معلم على الجسم، وفعل. طبعا النفذ هذه هي الفعاله مش هذه، باجي على النفذ هذه وبكبس الدحول الماوس بعص عليها. الان صارت النفذ هذه هي الفعاله، بعمل شيفت شيفت دي،
لو عملت كنترول دي اول مره بعمل كنترول دي بعدين بعمل شيفت دي بصير يكرر لي الجسم ماخذ باعتباره الدوران الاولاني اللي انا عملته. بالضبط اجت عندي. اشوف منظر القفص عندي كيف؟ هاي القفص هي طالع منه السلاك تبعه. بينفع نحط زي هيك بس عشان تبقى الصوره اوضح عندي. باجي على القاعده تبعت اعيدها هذه ممكن اعيدها خلينا اعيدها كمان مره. خلينا كنترول زد 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 لما نعاود ارجع زي ما كان. هاي رجعنا زي ما كان، هاي مركز دوران عندي غلط. اعاود اعيد في التكرار انا عندي اي جسم لو بدي اكرره بعمل كنترول دي وبسحب. لكن لو عملت كنترول دي اول مره وسحبته بعدين عملت شيفت دي بيكرر لي جسم جديد اعتبارا عن نفس المسافه اللي كانت هان، بيطلع المسافه اللي كانت هان وبكرر لي اياه نفس الشيء. ولو عملت كمان مره شيفت دي بعمل لي نفس الشيء، شيفت دي بعمل لي نفس الشيء. انا راح استخدم الفكره هذه تبعتي في ايش؟ في اني انا استخدمه في عمل القفص، بس بدل ما اعمل شيفت دي تكرار بعمل التكرار من خلال الدوران مش من خلال الحركه. خليني اجي اعمل هاي حرف الدي عشان اغير مركز الدوران تبعي، وراح اسحب مركز الدوران للشبكه تبعتي عشان اتاكد ان جايب نص الشبكه بالضبط. بضطر شيفت وكبسه دحول بس احط الشاشه في النص عندي واكبر اكبر اكبر بالضبط تقريبا جايه في شويه مسافه هان بينفع اسحب المسافه هذه هان. خلصت الدي هي عصيت على حرف الدي كمان مره، لكن الجسم كله لان بسحب الجسم كله بحطه في مركز الدوران. هاي الشكل عندي عشان اتاكد اعمل دوران. هاي الدوران تبعي شايفين كيف ماشي بدون اي مشاكل. طيب هاي كنترول زد. الان اعمل كنترول دي ازيح اول وحده تقريبا حتى كنا حافظين 18 راح اجي اكتبها 18 وانتر. كبس الدحول الماوس راح ارجع على النافذه هذه وراح اروح اضغط اياك وتفلتوا ايدكم عن السلندر هذا مش راح يظبط الشغل، لازم ضلوا معلم السلندر زي ما هو. شيفت دي شيفت دي ايوه هي بكرر بضل اكرر ورا بعضه لحديت ما احصل على اخر نتيجه. طلع المسافات بين كل سلندر وسلندر بين كل عوده وعوده تبعت الشبك بالضبط نفس الحاجه. خلصت الشغل تبعي خلصت هي المشهد تبعي نهايته زي هيك. باخذ القفص القاعده تبعت القفص اللي عندي كنترول دي بطلعها لفوق عشان تبقى تسكيت القفص. هاي القفص اللي عندي. اذا انا عايز احط العصفور جوا بجيب سلندر وادور لي على نافذه كويسه منها انا كويس وبدي اجي اعمل سلندر زي هيك. وهي السمك تبعه مش شايف السمك انا بعمله هيك وبعدين اذا بده التعديل بعد في مشكله في السمك بقدر اجي اعمل سكيل زي هيك بعدين تحريك لجوا شويه بعدين بعمل سكيل سكيل شويه بعدين تحريك لحديت ما اخليه يبقى عامل شغله زي هيك. اشوف المنظر تبعه هاي منظر عصايا جوا القفص. الان العصفور اللي انا مخبيه باظهره واو واحده من تنتين يا بكبر القفص يا بزغر العصفور. اريح لي ازغر العصفور. ليش اريح لي؟ لانه القفص انا لحتى الان ما عملتلوش مش كومباين. خلينا نعمله مش كومباين. علم على القفص كله زي هيك وقول له مش كومباين. هي صار القفص كله عباره عن جزء واحد. بقول للعصفور انت كتير كبير اعمل سكيل. السكيل والتحريك مش فارق من اي نافذه. تعال حطه في القفص بالضبط حطه على العمود. هي واقف على العمود هنا وايش هنا ارفعه لفوق للعمود. اذا حط النافذات الصح والنافذات الصح معناته تماما جاي في المكان الصحيح. هاي العصفور جوا القفص. بينفع العصفور تبعي ايش ماله يبقى شويه كبير عمله شويه سكيلز برضه زغر شويه. حاسس اجره مش قاعد على القفص كويس. يا ريت لو زحتها شويه هان طلعت شويه لفوق عشان احس انه بس اجري قاعده على القفص. هاي العصفور تبعي. اذا حابب اعمل للقفص مكان يتعنقل فيه القفص كل بساطة جنزير يعني كل بساطة راح اجي على الترس هذه اداة العجل ومن نافذة الفرونت راح اجي اعمل عجل صغير هنا هي هيك بهيك شكل. العجل هذه في نيتي تبقى حلقة حديد حلقة بس خليها تظهر هيك كويس. اجي اعملها سكيل طلع لما اعملها سكيل زي هيك وانزلها زي هيك كأنها حلقة حديد وين محطوطة؟ جوا القفص. هي حركة حديد هذه
عشان يتعلق من القفص. عشان اكمل ان هو جنزير علم على هذا كنترول دي، هي كمان حلقه ثانيه، هي كمان حلقه ثانيه، شايفين حلقتين، بس بتبقى عاده حلقتين مش ملحومات زي هيك، بتبقى ملفوفه، هذا معمولها دوران عم يحور الايش الواي، طبعا هذا بتغير معي الواي وانا بعمل دوران، يا بعمله هان يا بجيب ايدي، انا عارف الدوران بدي 90 درجه بكتب 90. تعال شوف كيف الشغل اللي عملته، ولو طلعت لفوق عشان يبقى الحديده خبطه في الحديده زيك. الان صرت عامل كاني حلقه جنزير، بينفع اعلم على التنين هذول، على التنين وزن واجب نفس الفرونت كنترول دي، وهي كمان سلسله. الان طولة السلسله تبعتي صح؟ اه بينفع بعدها اعلقها بقفص او ما شابه، اعاود اعلم على السلاسل تبعوني هذولا ومعي القفص من غير العصفور، واعملهم مش كومباين. الان صار في عندي عصفور وفي سلاسل، طبعا احنا لو عايزين نعمل له حامل يحمل السلاسل كان بيمشي الوضع، وفي جوا عصفور والعصفور منفصل عن القفص، بقدر اعلم على العصفور واحركه لحاله والقفص واحركه لحاله. ويعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.